انت بنت تبع مين يا بنت؟ يوه انا مش فاهم انت بتعاملني كده ليه؟ على فكره انا مش جايه من الشارع، انا بنت ناس. ازيك يا حبسي، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. امال فين بابا وماما؟ مين بابا فوق. وليه سايبيني كده قاعده لوحدك؟ لا انا مش قاعده لوحدي، انا مستنيني واحده صاحبتي. وانت اسمك ايه؟ اسمي ندى. ما شاء الله عليكي يا حبيبتي. يعني ماما وبابا معاكي؟ مش حابه تيجي تعيشي معايا او كده؟ وانت طيب عايزه ايه يا طنط؟ وانا هقول لك. هو انا ما عنديش اولاد ونفسي قوي في اولاد، يعني نفسي يبقى عندي بنت عسوله كده واموره زيك. مش حابه تيجي تعيشي معايا؟ انا كان نفسي اساعدك بس بابا وماما مش هيرضوا. ماشي يا حبيبتي، عايزه حاجه؟ لا ماشي. ماشي يا حبيبتي، باي باي. باي باي. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. ليه قاعده بتلعبي في التراب كده؟ لا ده مستنيه بابا. ايه ده، بابا معاكي؟ انا كنت فاكراكي قاعده لوحدك معكيش حد. لا معايا بابا. ومامتك موجوده؟ طب ليه سايبينك قاعده تلعبي في التراب كده؟ لا ده بابا راح يجيب حاجه بس وراجع. يعني باباكي راح يشتري لك حاجه وجاي؟ طب وليه سايبك ازاي لوحدك كده؟ انت عارفه ان انا كان نفسي قوي يبقى عندي بنت زيك؟ بجد؟ كان نفسي يبقى عندي بنت اموره كده وعسوله زيك. انت اسمك ايه؟ اسمي جوزي. عسوله يا جوزي. طب انت عايزه اي حاجه؟ لا. ماشي يا حبيبتي. حبيبتي ليه قاعده كده؟ ليه قاعده لوحدك؟ في ايه؟ حضرتك مين؟ انا لقيتك قاعده لوحدك قلت اجي اشوفك، مالك؟ فين باباكي ولا مامتك؟ يا حبيبتي ما عندكيش ولا اب ولا ام؟ طب انا كنت عايشه في ملجا بس انا ما مشيت منه، هربت منه لان العيشه هناك صعبه قوي. ما قدرتيش تستحملي القعده هناك؟ يعني انت مش عايزه ترجعي له تاني؟ لا حبيبتي. طب انا ما بخلفش وكان نفسي قوي اتبنى طفله او طفل، ما ينفعش تيجي تعيشي معايا؟ ايه ده بجد؟ ايه رايك؟ يعني انا مش هضايقكوا يعني؟ لا انا متجوزه وعايشه انا وجوزي لوحدينا وما عندناش اولاد، تيجي تقعدي معايا واربيكي؟ طيب ماشي. طب يلا. محمد ازيك، عامل ايه؟ الحمد لله. انا كنت عايزاك في موضوع كده. خير يا ريهام؟ في ايه؟ بس ارجوك ما ترفضوش يعني. قولي يا ريهام، مفيش رفض ولا حاجه ان شاء الله. فاكر لما قلت لك انا نفسي قوي اتبنى طفله تقعد معايا وتعيش معايا عشان حد يبقى مسليني بدل ما انا قاعده لوحدي؟ انت ليه دايما بتحسسيني ان انا مقصر معاكي؟ يا محمد مش مقصر، بس انا نفسي في طفل. ماشي يا ريهام، شفت دار ايتام يعني ولا اي مكان؟ لا انا كنت ماشيه ولقيت بنت كده قاعده على الرصيف وقالت لي ان باباها ومامتها مش موجودين. قالت لي باباها ومامتها متوفيين وقلت لها تعالي عيشي معانا. انت عايزاني اتبنى طفله من الشارع؟ يا محمد شوفها البنت عسوله وجميله عسوله وجميله، هي اجيب واحده من الشارع قاعده في بيتي؟ انت عبيطه يا ريهام ولا ايه؟ يا محمد شوفها، شوفها وبعدين احكم عليها. مش هشوف. طب شوفها وبعدين احكم عليها. مش هشوف يا ريهام، ما تجيبليش واحده من الشارع الهمت عليها معايا. انا نفسي حد يعيش معانا بس مش للدرجه دي. طب شوفها ولما ما تعجبكش قولي خلاص نمشيها. انا عارفه انها هتعجبك، والله البنت كويسه جدا وشاطره وبتسمع الكلام. جربها يا محمد، ما تعترضش من غير ما تشوفها. اللي انت شايفاه يا ريهام. طب وانت؟ خلاص يا ريهام، اللي انت شايفاه اعمل ايه؟ طب انا عايزاك انت تشوفها عشان تقولي رايك ايه. خلاص هاتيها. هي هتعيش معانا. هاتيها يا ريهام. خلاص. طب انا هروح اجيبها لك وهاجي. ماشي. طب دي واحده هروح اجيبها لك وهاجي. تعالي يا حبيبتي تعالي، خش نورت البيت. خش خش يا حبيبتي، ما تتكسفيش. انت مكسوفه ليه؟ ده هيبقى بيتك يعني، انت المفروض خلاص تبقي واخده عليه وما تتكسفيش خالص. تعالي بقى عشان اوريكي بابا، اللي هو اكيد هيكون باباكي بعد كده وانت هتقولي له يا بابا. انت مكسوفه ليه يا حبيبتي؟ ما تقلقيش قوي كده، وقلعي بقى الفرحه دي وخليكي خلاص عيشي حياتك عادي. اقعدي اقعدي يا حبيبتي، ما تتكسفيش. انت عامله كده ليه؟ براحتك. ايه اقعدي اقعدي يا هايدي، في ايه؟ ايه يا محمد انت مالك؟ في ايه؟ مش تقولي ازيكم؟ ايه الدخله اللي انت داخلها دي؟ دخلت انا داخل اقعد. يا بنت مين مشغلك؟ ايه يا محمد الاسلوب ده؟ بتكلمي عادي. استنى يا ريهام، مين مسرحك؟ والله العظيم ابدا ما فيش حد مسرحني. ما تخليش هايدي على فكره، والله العظيم انا بنت ناس اقسم بالله، وانا بس كل اللي حصل ان انا نزلت اجيب لماما حاجه من تحت
وهم اساسا كانوا في مشوار. انا نزلت اجيب لها حاجات البيت وقالت لي عبال ما ارجع. امها وهي راجع هي وبابا ما تعيطيش فيا يا محمد وراها ازاي؟ نزلت قاعده في الشارع يعني. انا واحده مش فاهمه، مش لازم افهم هي ايه واصلها ايه. ما هو عمامي وكده كلهم مشيوا وسابوني وباعوا الشقه حتى بتاعت ماما وبابا اللي حيلتي، وانا وحيده ماليش اخوات وحتى ما بقتش عارفه عنهم حاجه. فعشان كده خلاص ايه دي خلاص يا محمد براحه عليها. تعرفي تمسحي وتكنسي وتغسلي وتمسحي وتكنسي ايه يا محمد؟ انا بقول لك تبقى بنتي. ممكن تهدى ريهام شويه ولا اطلعها بره؟ انا مش عايزاها شغاله، انا عايزاها نقول بنتي. ممكن تسكتي ولا اطلعها بره؟ عايزاها بنتك يبقى تسمعي كلامي. انت يا بنتي عندك مانع ان انت تكنسي وتغسلي وتمسحي؟ لا ما عنديش. تعيشي بلقمتك ولا انا ايه يا محمد الاسلوب ده؟ نجربها الشهر يا ست. لا يا محمد انا عايزاها بنتي، بقول لك مش عايزاها تبقى شغاله في البيت. انا هجيب شغاله لكن مش عايزه دي تبقى بنتي. مش عايزاها تبقى شغاله قصدي. هجربها شهر وبعد كده ربنا يسهل. تجربها ايه يا محمد؟ بقول لك لا. اتكلم معاها ادخلي جوه. يا محمد انا حبيتها بقول لك بلاش كده. اسكتي هتقعدي تسكتي. هتقعدي يا بنتي معانا شهر تخدمي في البيت، لو طلعتي كويسه اعتبري نفسك ده بيتك وانت بنتنا. طلعتي مش ولا بد ووراكي حد وحد مسرحك هحبسك. ماشي؟ قومي يلا نضفي الارض. طب سيبها تستريح، ده اول يوم ليها. عشان قلت اسكتي. قومي نضفي الارض. ماشي يا هايدي، استحميني بس لحد ما يتاكد ان انت كويسه. هاي هايدي. حاضر. شايفه شكل البنت عامل ازاي؟ ايه يا محمد هي عامل ايه؟ البنت شوارع دي حد مسرحها، البنت دي متسرحه. ممكن بقى تسكتي؟ حاضر يا محمد حاضر. ادينا هنشوفها شهر زي ما انت قلت. عينك تبقى عليها. حاضر. والفلوس تحطيها في مكان انت عارفاه. طيب حاضر، هنقفل عليها خزنه طالما كده. امي يلا خليها تنضف وخليها تروق الشقه. حاضر بس بالراحه عليها باب شويه. والله العظيم انا بنت ناس اقسم بالله. ليه بس يا ماما سبتيني لوحدي ومشيتي؟ انا بس رضيت ان انا اعمل كده بدل عشتي في الشارع. اقسم بالله العظيم والله انا بنت ناس. يا هايدي يا هايدي معلش معلش حقك عليا والله يا هايدي. انا عارفه ان هو مش قصده يتكلم معاكي كده، بس هو عشان يعني هو اشتغل في حاجه مهمه وشغال في البوليس فهو واخد على شغله وكده، فما تزعليش منه يعني. هو بس عايز يامن علينا وخايف منك ان انت جايباكي يعني من الشارع وما نعرفش حاجه عنك، فطبيعي ان هو هيبقى قلقان منك لحد بس ما يطمئن ان انت كويسه ومفيش حاجه تبعك. مفيش مشكله، خلاص هيعيشك معانا. هاتي انا هساعدك و... لا لا لا. بس ما تقولوش ان انا بساعدك. لا سيبيهم انا هعمل. ما تخافيش انا هساعدك بس ما تعرفوش ان انا بساعدك. ها وهنعمل ده من وراه. هساعدك بس ما نعرفوش. ها ده على اساس ان انا مش سامع. ايه يا محمد في ايه خضتنا؟ انت يا ريهام اتجننتي يا ريهام. البنت صعبانه عليا يا محمد. انت يا بنتي عايزه تعيشي عيشه نظيفه وتعيشي معانا ولا تخرجي بره في الشارع تاني؟ اللي انا اقوله يا ريهام يتسمع. هي يا محمد صعبانه عليا بنت صغيره والبهدله دي؟ يعني ايه بنت صغيره؟ انت يا بنتي مش جايه تعيشي معانا؟ ينفع انا عايش اي واحده من الشارع معايا ولا لازم افهم هي مين الاول؟ بس على فكره انا مش من الشارع والله. معلش يا هايدي معلش استحملي بس لحد شهر يا هايدي. ايه يا ريهام معلش؟ ايه يا ريهام؟ يا محمد هي صعبانه عليا. طيب بعد اذنك يلا كنوسي ادخلي جوه يا ريهام بعد اذنك. معلش يا هايدي استحملي والنبي. ها انا مش قصدي اضايقك، انا بعمل كده عشان اعرف انت مين. خلاص ماشي اتفضلي. ربنا يغسل كل المواعين دي ازاي بس. معلش يا هايدي حقك عليا. معلش انا هساعدك، انا هساعدك وارجوكي اوعي تقولي لي. ها انا هساعدك وهعمل معاكي كل حاجه انت عايزاها. ماشي بس اوعي تمشي وتسيبيني يا هايدي. انا صدقت لقيتك. ها انا هساعدك وهعمل معاكي كل حاجه وهنعملها مع بعض. ماشي خلاص يا هايدي سيبي سيبي يا حبيبتي انا هعمل ده. طول ما هو مش هنا في الشغل احنا نقعد نساعد بعض، هساعدك فيها. ماشي ما تزعليش وما تزعليش تاني. ماشي اول ما هو ينزل الشغل نقعد انا وانت نعمل الحاجات دي، مش هتعمليها لوحدك. اتفقنا؟ ماشي تزعليش بقى. اتفقنا؟ طيب يلا تعالي نقعد بره طالما هو نزل. ان شاء الله انا اعوضك عن اي حاجه حرمتي منها، ما تقلقيش. ماشي ايه محمد في ايه خضتنا؟ انت
انت بنت تبع مين يا بنت؟ يوه انا مش انت بتعاملني كده ليه؟ على فكره انا مش جايه من الشارع، انا بنت ناس، انا زي زيكم. لا يا اختي جايه من الشارع. لا مش جايه من الشارع، انا لسه يا بنت. انت عرفت ان هي ما بتكدبش. انا ما بتكدبش يا محمد، هي كويسه وما بتقولش حاجه غلط. يا هايدي يا ثانيه، يا هايدي سيبيها امشي. يا هايدي يا محمد انا صدقت جبتها. امشي يا محمد، مش عارفه اجيبها تاني يا محمد. اتكلمت يا ريهام ولا ايه؟ انت جايبه لي واحده من الشارع تقعد معايا في البيت؟ يا محمد كده حرام عليك. بس هي عملت الصح. عملت الصح ايه؟ انا مش عارف اجيبها تاني ليه كده؟ ليه يا محمد؟ يا ست ان شاء الله ربنا يرزقنا باحسن منها، نروح ده راي تاني نجيب بنت، لكن مش هاخد واحده من الشارع. انا حبيت هايدي، هي بنت كويسه جدا ومؤدبه وبتسمع الكلام. مش مطمن لها يا ستي. وهتطمن لها ازاي بقى؟ هنروح ده راي تاني نجيب واحده جديده. بس انا عايزه هايدي. يعني ايه هايدي؟ اسكتي بقى. ماما سبتيني انتي وبابا.